واو وش ذا؟ هوليش او ماي جاد، والله توقعت هذا دم حق نجت، طلع حق جروم. او ماي جاد ايش سويت انتي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زايد في لعبة كيندر جارتن 2. وخلاص يا شباب لم يتبقى الا القليل عشان الكندر جارتن انها تخلص، وراح نكتشف اسرار المدرسه. واتوقع شباب اني انا يعني في الحلقه السابقه فوت شيء مهم، واللي هو لما ليلي وبيلي قالوا لي ان اكتشفنا اسرار، هل تريد تسمعها؟ انا قلت جيروم مدري ايش، ما قلت اريد اسمعها. ايوه، ففي هذه الحلقه شباب راح نعرف ايش الاسرار، اتمنى اني ما انسى صراحه. او شباب هذا الفيديو نوصل فيديو الى 38000 لايك، ويلا شباب دوتكم نبدا. اوكي شباب احنا وصلنا عند اي مهمه؟ ايوه مهمة فيليكس، بس تحتاج ورقة الاي بلس والدرع. اوكي حلو، بس لا صبر احنا لازم نبدل ملابس شاب كل ما نبدا. اشاكم شاب نرجع للاولي، ايوه الاوريجينال كذا يا شباب، من زمان عنا يا شباب، خلنا نكون واقعيين يعني. ايوه هذا الاوريجينال. اوكي الحين خلونا ناخذ الاي بلس والدرع، لا الدرع ايوه، ويلا اي ثينك اي ام ريدي ليتس جو. اوكي صبر، تبدا المهمه عن طريق ايش؟ عن طريق انك توري فيليكس الدرع. اوكي اوكي هذا شاب قرأناه صح ولا لا؟ ايوه اوريه الدرع. نعم او انا اعتذر، ما كنت اعرف انك انت رجل المهمات، مو رجل مو لا يعني، والله ما ادري شباب، الاعتذار مقبول، انت اكيد طالب جديد. انا اسمي فيليكس هوكسلي، هاير تو ذا ابل. شفت كان شاب يقصد مايكروسوفت. واو اصبر، ومين صاحب شركه مايكروسوفت؟ بيل جيتس اتوقع صح ولا لا؟ والله ما ادري نسيت. المهم يا شباب يقول اني انا صاحب شركه مايكروسوفت. نعم نعم، وانا تيد. انت لازم تكون كذا يا تيدي. اسف يا فيليكس، انا بس اعتقدت اني لازم اسكت. يا الهي يا تيدي، انت حقا يعني خارج الخط. هي اي واحد مع هذا البن يعني موثوق فيه. تيدي اتوقع ان لازم نخلي هذا الانسان الطيب في خطتنا الصغيره، ولكن لا اعتقد انها فكره جيده. اوزي هو فقط، اصمت، اذا ما راح تساعدني انا متاكد ان هذا راح يساعدني. لا ما راح اساعدك. اوكي يلا اشتري، اعطي هذا الدوكيومنت لاوزي. اصبر شباب، هذا اول يوم سوينا مهمته، او لا مو مهمته، يوم ساعدنا في تيدي عشان يتخلص من اوزي. فيليكس قال لي ما كنت اريد اتخلص من اوزي، كنت اريد اتخلص من اخوي، فليش يكره اخوي يعني؟ راح نشوف اليوم. روح اعطي هذا الدوكيومنت لاوزي، انها مهم انه يقراه ويفهمه، فاهم؟ طيب ايش الموجود في هذا؟ او انه هو يعني سر، فقط عطى وتاكد اني اقراه. اوكي انا خدام عند شكلك انا. جيد، قابلني في صف الاذكياء بعد ما تخلص، عندنا اشياء كثيره نناقشها. اوكي يا اوزي، عندي هديه لك من فيليكس. فيليكس يريدك تقرا هذا. واو واو واو، اهدأ هنا يا فتى، انا ما راح اخذ اي شيء منك. اياديك متسخه. اي شو ايادي متسخه؟ اذا ما راح تاخذها الا لما تنظف يدك. انقلع يا الحيوان المتسخ. اي تندك تراك. رجاء يا فيليكس قول لي انك تقتل اوزي الولع هذا. طب هذا شاب يقول يدي متسخه، شو يعني؟ اصبر، هذا اتوقع عنده شيء كذا حق الايادي. ايوه هاند سانيتايزر $2. اوكي يلا نشتريه. طيب كيف استخدمه؟ اروح عنده يعني واكلمه يعني ولا ايش السالفه؟ ايوه استخدم الهاند مدري ايش هذا. جيد، والان يلا وريني هذا الشيء. كالعاده فيليكس يعرف اني ما اعرف اقرا. هيا يا فتى خلنا ندور على واحد يعني يعرف يقرا. معروف مين اللي يعرف يقرا؟ يوبي سوفت. خلي نروح عنده. يلا يا يوبي سوفت بليز اقرا هذا الرساله حقتنا. انت تقدر تقرا صح؟ هيا يا فتى، تعرف اني اقدر، ولكن تعرف ان اي شو $6؟ ما اقدر اجيب $6 اصلا، الحد الاقصى للفلوس $5. هيا يا فتى، تعرف اني اقدر، ولكن تعرف انه راح يكلفك. يا ديمت. طيب ليش كثير يعني؟ لانك تكلمت مع حقيبه الفلوس هناك. هذا والفاتوره حقت المدري ايش غاليه. هل عندنا اتفاق؟ يا حبيبي كيف اجيب $6؟ اقدر اجيب الفلوس؟ ما اقدر يا عمي. يقول لي روح جيبها من هذا الفتى الغني. فيليكس ممكن تعطينا شويه فلوس؟ حسنا، هل فهم ايش اللي لازم يسويه؟ احتاج منك فلوس. حسنا خذ هذا. والله اعطاني ديم، ولكن من الافضل انه يفهم الخطه، فاهم؟ خلاص انت ايش فيك، انت معصب، خلاص راح يفهمها. طب اصبر الحين اعطيته هذا خلاص يعني. اوكي اتوقع نجيب العيد شباب، خلونا نرجع. اوكي اتوقع الترتيب كذا افضل يا شباب، اتمنى صراحه. اوكي جي الترتيب مو بافضل، بس خلونا نشوف يا شباب. جيد اني اعمل معاك. مكتوب مثل بحذر، اذكر اكثر من مره، اذا شيء سيء صار لك راح يخرب شركه امك. حسنا اعتقد اني اقدر اسوي هذا. لا ادري لماذا يريدني ان افعل هذا، ولكن انا يعني سعيد ان اخذ فلوسه. اوكي جيد. لا انتهى هذا شباب.
اتوقع عادي لانه هو قال لي جو تو سمارت كلاس. فيلا اوكي خلونا نروح عند فيليكس. جيد، انا كنت اتمنى اني اشوفك هنا الحين. اوزي يعرف الخطه صح ولا لا؟ يب يعرف. جيد، اعتقد انك تريد تعرف ايش هي الخطه صح؟ راح يكون هذا جيد. قبل ما اسوي هذا اريدك توقع على هذا العقد، انه مدري ايش، لازم ما تقول لاي حد حتى تدي. يا حبيبي تمنون جبت العقد انت بعدك ورع. اوكي يلا نوقع العقد. جيد، انت اصبر ايش؟ اتعرف شركة ابوي جدا كبيرة وجدا مهمة، انا وتدي المعلنين، او والله مدري ايش هذه الكلمة، والله مدري. هل انت تريد تكون المعلن الاساسي؟ نعم، تدي يعني ما يقدر يسوي رن للبزنس، لازم يعني يتعامل معاه. تريد تقتله؟ بالطبع لا، انا بس احتاج مساعدتك اني يعني اسوي كل شيء. اوزي مستعد انه يسوي جزء الخطه. وما هي جزء خطه اوزي؟ ام اوزي بدات في يعني شركه تنافس شركتنا. طيب ليش ما تقتل اوزي؟ صح والله، هذا الذي يعتقده تدي اللي نسويه يعني ما كان في ضمن الخطه، ولكن اوزي راح يخلي تدي يضرب. اخ والله شاب مو فاهم. طيب ايش تريدني اسوي؟ هل تشوف هذا يعني مكان ايش؟ هل تشوف علبة العناكب اللي فوق؟ اللي هناك يا شباب، اوكي راح نحتاجها، جيبها قبل ما الجرس يرن. طيب صح، ليش؟ لان تيدي يكره العناكب، نحتاجها، نجيبها الحين. طيب كيف؟ في فنت متصل بحمام الفتيات، خليت كارلا تكسرها قبل ما يبدا الكلاس عشان بوب مدري ايش، والله مدري. طيب ايش ماذا عن بوب؟ انه من السهل انك تشغله، سبب يعني شيء حق الجينيتور، هذا راح يخليه مشغول. اوكي اوكي شوف الحين لازم اطلع صح؟ اوه هذا هو، بس انه لازم شاب اشغله هذا. لازم اسوي شيء يا شاب يشغل الجينيتور. ايش هو اللي يشغل الجينيتور؟ اقدر اكلمه؟ لا بس ما يصير شيء. يمكن شاب لازم اجيب هذا التويلت بيبر واخربه كذا. ايوه اي، لا تقول لي هذا صلحه. مدير هنا في شيء يا بوب، في حد خرب الحمام. ايوه قدرت اقول له هذا. اوه يا الهي، لازم اعتني في هذا الشيء، شكرا عشانك قلت لي. لازم اجيب بلنجر من خزانه الجينيتور. ارجوك لا تقتلني. اقتلك؟ بالطبع لا، انا فقط راح اجيب البلنجر من الخزانه راح ارجع. اصبر الحين شباب نقدر ندخل داخل صح؟ ديم سن شيل امه. ايوه فيليكس تشوفني ها؟ شيله. طب اصبر. أوه لا تقول لي بيشوفني فوق. أتمنىكم كلكم أتعلمتوا شيء اليوم، والآن رجاءً. إي كيف قدرت تروح فوق؟ أتعرف ماذا؟ لا يهم. أوه نايس، انزل تحت وانقلع. شكراً. واو والله توقعت بجلدني بس أوكي. فيليكس الحين إيش نسوي؟ نعطي له هذا صح؟ في الوقت الجيد. تدي جاب لك فطور اوريدي، اعتقد انك قدرت تجيب الايتم اللي قلت لك اياه صح؟ يب جيد، ولكن خلي تدي يشوفه. حلو، ارى ماذا؟ ما هو؟ خلني اشوفه يا فيليكس. تدي كنت تكلمني عن اوزي قبل شوي، تكلمني عن شيء مهم. نعم سمعت اوزي يذكر ان اذا شيء سيء صار له شركه امه راح يعني خلاص تنتهي او المهم. اعتقد انك صح كلامك يا فيليكس، اذا انت في الخطه معانا يا تيدي اعتقد هذا، ولكن الان خليني اساعد، ابى اوري ابوي كيف انا جيد. لا تغلق يا تيدي. انت عندك اهم جزء. المهم في الجزء الثاني من الخطه نحتاج واحد يحفر حفره، تعرف اي واحد يقدر يسوي هالشيء؟ معروف يا شباب، المعروف لا يعرف، او والله ما ادري، المهم نفس الشيء. جيد ارينا الطريق، اريهم الطريق. يلا ناجت والشاب مين؟ نجت يحس بالدوخان، نجت يفتقد اسمه اياديه. يا نجت نحتاجك تحفر حفره، نجت يريد هذا ولكن نجت فاقد يده والمجرفه، اذا قدرنا نعطيك هذه الاشياء هل راح تحفر حفره لنا؟ وماذا سيفيد نجت؟ انت تقول نجت كثير، توه يعرف. طيب ايش بيصير لو وديتك لمصنع النجت حق عائلتنا؟ نجت مصنع نجت. يا الهي. نجت راح يكون جدا سعيد انه يحفر لك عشان يا الله يا اخي كم نجت في الجمله. نجت راح يكون جدا سعيد انه يحفر لك كهف، لا نجت راح يكون جدا سعيد انه يحفر لك حفره عشان توديه لمصنع نجت. جيب لنجت شفل ويد، نجت راح يحفر حفره باسرع من البرق. ديم جيد، نقدر نجيب الشفل من خزانه الجينيتور، ولكن ما اعرف عن اليد، يمكن نقدر نجيبها في وقت الحديقه. يا ساتر نقطع يد يعني ولا ايش؟ نجت ينتظر رجوعك. كفو يا نجت،
حسنا انا يعجبني الاندويوزيازم حقه، قدرت احل مشكله الشفل ولكن مو باليد. طب ايش نسوي الحين؟ تكلم مع كارلا، عند المفتاح لخزانه الجينيتور، جيب الشفل وانا راح احاول اعرف كيف اجيب اليد. حلو، خذ الباس بوك حقي، راح تحتاج عشان تطلع من هنا. حلو، نايس. اوكي كارلا، وي نيد سم هيلب. فيليكس قال ان عندك شيء. لا تقلق يا فتى، خذ هذا المفتاح للخزانه. طب ما عاد بهالسرعه؟ شكرا والله. هو الجنت راح عصب ولا شارف. اوه الحين لازم اطلع صح ولا؟ وهذه تقول لي لازم تاكل، اكلت انا. ها اوكي الحمد لله. ها يلا خذ الباس بوك حقي. ذير يو نايس. لا تقول لي هذا يحتاج سيجارة. أوه يقول عندك باص. عندي نعم. أوه حسنا اذهب. كافو. أوكي شباب الحين لازم ندخل خزانة الجينيتور. أوه غريب ما في هذاك الدخان. طيب صبر، هو إيش قال لي أخذ هذاك؟ قال لي أخذ شفل. أيوه هذا هو الشفل. أوه هاي ماذا؟ يا حبيبي الأطفال ممنوع إنهم يكونون هنا، في أشياء حادة وكيماويات سيئة ودم، في دم هنا في الأرض. هل جرحت نفسك؟ هل أنت بخير؟ مو هذا الدم مو بحقي، ولكن دم مين هذا الجن؟ أكيد هو، ولكن لا هذا لا يبدو منطقيا، شيء مو بصحيح. أنت بخير يا بوب؟ أنا بخير، ولكن تذكرت أن في شيء صار أمس. لماذا هذا هنا؟ ماذا حدث؟ صار أمس؟ كيف يعني صار أمس يا شباب؟ هو يقصد يوم الاثنين صح؟ يوم الاثنين كان كيندر جارتن 1، وفي كيندر جارتن 1 والله شباب مدري، يمكن في سر بعدنا ما نعرفه، بس بنشوف يا شباب. لا اعرف. اي لا تقول لي جبت العيد. هذا هو الجرس، ليش ما تطلع للحديقه؟ اتوقع ان افضل ان مدري ايش. اوه الحمد لله هذا ما يسوي شيء، والله فنان هذا يا اخي. اوكي فيلك صح، جبت الشفل. هل كنت ناجح في عمليتك؟ نعم. هل انت بعد كنت ناجح؟ ما يحتاج انك تقول كذا. لقد اكتشفت مدري ايش. الخدعه هي انك تجمع الاشياء الجيده. يقصد يقطع يد حد صح ولا؟ مين هو التارجت؟ لا يا اخي كمان، والله شاب انا قبل ما كنت اقرا قلت شكله بيكون مونتي، وفعلا طلع مونتي. او ماي جاد يا اخي والله مسكين مونتي، طيحناه من الكرسي والحين نقطع يده. ليه كذا يا اخي؟ كيف اجيب يد انزين؟ كلمته في وقت الغداء عن بزنس مهم. طيب لذا عندما اعطي الاشاره راح يقابلني عشان نوقع الاوراق. راح يكون جدا وحيد، وراح تكون الفرصه المثاليه انك تضرب. اوه ماي جاد انت انسان غير هذا يعني، غير رحيم. جيد، فقط عطني الكلمه وانا راح ارسل لك الاشاره. فقط خلي الباسبوك حقك مستعد عشان تقدر تدخل. اي باسبوك؟ اعطيته خلاص. وين اقدر اشوف الباسبوك؟ انت تقصد انه ما عندك؟ هذا صحيح، انت جديد، يمكن احد فره شيك داخل الزباله. اوكي راح اشوف ايش القى. ها الزباله حقت شو اسمه ذا؟ حقت هذاك يا شباب رجل الزباله. يو هذا من زمان ما شفناه يا عمي. يا ابو الشباب رجاء نطلع. اصبر اقول لي عندي برجر. اوه برجر، انه مدري ايش يذكرني بقطتي سموكي. هل تريده؟ لا يا حبيبي الشبر في القطه حقتك. عندك اي شيء ثاني؟ او ما تريد القطه حقتي؟ هذا يعني سيء. خلني اشوف اذا عندي شيء ثاني لك. او حسنا الباس بوك نايس، شكرا على الاكل. نو بروبلم. هذا شاب مين عشان يعطيني باس بوك؟ شخصيه سريه شكلها. اوكي انا مستعد اننا ماي جاد. يب مستعد. انه الفرصه لقد دخل، لا تخليه ينتظر. يا حبيبي مونتي انا جدا اسف، عندي الباس بوك. ها حسنا خذ وقت جيد. نعم يا ساتر، توقف هنا يا فتى، لا تقرب، اعرف ايش راح تسوي. ما اعرف انت ايش قاعد تتكلم عن ايش. اوه حقا فيليكس جيد في الاعمال البزنس، ولكن انا اسوي هذا الشيء اطول منه. تقدر تخبره؟ اي ماذا يحدث هنا؟ فقط طالب واحد يقدر يستخدم الباس. اصمت يا فتى الصالة، قاعدين نتكلم على البزنس هنا. زي ما كنت اقول، تقدر تقول له واحد منكم لازم ينقلع برا الحين، انا اعنيها. حسنا ما رايك على هذا اذا؟ او ماي جاد وات. والله مو انت ما يمزح. لقد يعني ضربت يدي. ناخذ يد هذا. او ماي جاد يا الذكاء ديم، يا البلوت تويست، بلوت تويست عجيب يا شباب. لقد ضربت يدي انها راحت يدي. ها هي الذراع يا فتى، ما تحتاج حقتي. تقدر تخبر فيليكس ان الاسعار تدبلت، خله يحس في هذا. ايوه احسن، يستاهل. اوكي شكرا يا مونتي. انت بخير هنا يا شو اسمه؟ يدي انها تؤلم، امي انها تؤلم. اوكي شكرا على اليد يا ابو الشباب، تيك ذا ارم. ارجوك روح للجيم.
اي لا لا تقول لي اروح الجيم، ما اريد اروح الجيم. اي مدير لا بروح الجيم انا ولا ايش السالفه؟ خلوا شاب اجرب اعطي نقط الشفل والهذا. تعال معاي. اوه الحمد لله معايا ما كل شيء تمام. اوكي احنا قربنا عشان يعني نسوي الخطه. تدي تعرف ايش عملك؟ انا بالطبع اعرف يا فيليكس، ما راح اخذلك، راح نسوي هذا وبعدين انت وابوي راح اخيرا. نعم نعم نعم، والان خلونا نسويها. راح نقابلك في البلاي جراوند. او تدي راح يموت يا شباب. حسنا نحن مستعدين اننا نمشي. ايش خبرت عن ايش؟ قلت له يحرس مكان الحفره، ولكن ما يعرف ان اللي قاعد يحميه هو قبره. يا ساتر. طيب ايش الحين؟ عطل هذا الغريب الذراع وراح نبدا في الخطه. اوكي ناجت عندي ذراع جديده لك، مبروك يا ناجت. هل لديك الذراع لناجت؟ ناجت يحتاج ذراع. عندي ها. ناجت يحب الذراع. ناجت مستعد انه ياخذ رحلته لمصنع الناجت. مسكين يا عمي ما عنده مصنع ولا شيء. حسنا والان يلا احفر. ناجت راح يحفر، ولكن الاستاذه ما راح تخلي ناجت يهرب. الاستاذه لازم تنمسح عشان ناجت يقدر يحفر. طيب اصبر انا عندي باس بوك، ليش ما اقدر اعطيله؟ يا مسز جيجلي ممكن تخلي ناجت يطلع؟ نوب ما تقدر. يا فيليكس هذه جيجلي ما تخلي ترى شو اسمه. انت رجعت، هل اعطيت الغريب ذراعه؟ يا اخي اقول لك لا تقول له غريب، ترى هذا ناجت، هذا احترم نفسك. نعم اذا لماذا لم يطلع الحين؟ الاستاذه ما راح تخليه. او بالطبع اعتقد انك لازم تتخلص من مسز. او حتى هذا يقول كذا. مسز جيجل جوجز. طيب كيف؟ يا إلهي أنت تسأل كثير أسئلة. إنها تبدو متعبة، ضربة واحدة في الرأس وراح خلاص تنهيها، دور على طريقة تسويها. أول سويناها شباب مع كارلا وهذا مين؟ وجيروم. بس نسيت أتكلم مع مين؟ أساعد كارلا؟ ذير وي جو. أوف. أيوه حسنا، ما الذي فعل هذا؟ من اللي فر الكورة؟ أصلا هذا شاب قريناه أول صح ولا لا؟ يب قريناه. أيوه جيجلي الحين طلعت حلو. يلا نقط. نقت راح يحفر، نقت راح يحفر عشان النقتات. استمتع بهذا، يلا روحي نقت. يلا سويناها يا في اسمه فيليكس. ان الوقت عشان يعني نصنع المدري ايش حقنا بسبب نقت يحفر الحفره وتدي قاعد يدافع عن قبره. نحتاج شيء اخر، واللي هو نحتاج شيء يخليه قوي. يخلي قوي مين؟ نستخدمه عشان بلود. ايش يقول هذا؟ جيد جيبه للمدري وين في مكان القبر. مدير ايش قاعد يقول هذا؟ يمكن يبا بجز ولا يمكن كارلا؟ لا يا عمي ما اقدر اكلم كارلا ابدا، قاعد مشغوله. والله شباب ما ادري بس خلونا نطلع. يا هو ايش كان يقصد بالاخر اخر جمله له؟ يمكن شيء ناخذه من هنا يعني؟ اوكي شباب هذول هم، بس لاحظ انه في شيء فوق، ايش هذا؟ ايه شباب شنو ذي؟ قنبله هذه ولا ايش؟ والله ما ادري. في الوقت المناسب، هل جبت اللي الشيء اللي طلبته لك؟ اي ما اعرف ايش اللي تقصد اصلا، والله يا شاب ما اعرف هذا ايش يريد، ولكن خلونا ندور. يا حبيبي ايش هذا يا عمي؟ يمكن اخذ هذا التشين سو من شر، والله ما ادري شاب خلونا ناخذها يا عمي وبس. يا حبيبي شو اجيب الجين؟ اي يا اخي لا حول ولا قوه الا بالله. واو ايش ذا؟ هوليش او ماي جاد. والله توقعت هذا دم حق نقت، طلع حق جيروم. او ماي جاد ايش سويت انت؟ كان اسرع مني بصعوبة، قدرت ألاحقه لقد قتلت جيروم. نعم وأنا أشعر بتعسن، لا عجب أن الجنتر يحب يضربكم. يا حبيبي جيروم أنت بعدك عايش؟ نوب. أقدر شباب أخذ العصا. أي أوه أعطوني لبس جيروم بس إنه لونه أبيض، نايس عنصرية. تكفى قول لي يا فيليكس إنك تتكلم عن العصا، مع إنه 100% إنه ما يتكلم عن العصا، بس خلونا نشوف. أخيرا حلو يا شباب. يب جبته. أوه عصا الأستاذة، فكرة جيدة، هذا راح يفي بالغرض. أوه الحين راح يضربه هذا وليش؟ تدي لا استعد. حسنا يا تدي إنه الوقت. حسنا أنا مستعد، ولكن وين أوزي؟ أوه أيها الأحمق يا تدي، هذا ليس قبر أوزي، لا 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 هذا قبرك. انتظر لا ماذا؟ فيليكس انت لا، انا قلت انا سويت كل شيء تريده، ومايكروسوفت يشكرك عشان خدمتك. او ماي جاد لا اصدق. اي وات ما قدرت اطيح العناكب في هذا. اي مدير ايش تقصد؟ حسنا لا يهم، على الاقل هو في الحفره، والان يلا يعني عبي المكان بالعناكب. يا حبيبي هذا خلاص انحبس، بعدها راح تاخذ نقت المصنع نقت. نعم نعم بالطبع راح اشوفك في لحظه، عندي شيء مهم اعطيك اياه. اي عرفت ليش ما قدرت؟ لا يا اخي لا لا ليش تخلص اليوم؟ يا اخي والله لا ليه كذا؟ ليش ما اقدر اسوي ستارت؟ الحمد لله الحمد لله. اوكي شباب الحين عندنا تفاحه ثانيه عشان يا شباب اطير العناكب هنا، مع انه يا اخي الله مسكين.
اوكي الحين والان حان وقت العناكب. ماذا؟ طيح العناكب في الحفرة يا اخي هذا مات، ليش كذا تريده زيادة؟ والله ما ادري بس انا اسف. او ماي جاد، عشان يا ناخذ الاوتفيت حقه حلو. يا ساتر، يعني فوق ما انه في حفرة. او ماي جاد، لماذا فينيكس توقف انه على شعري قاعدة تزحف حولي؟ نعم نعم، هذا الشيء الاساسي. عشان ايوه الغريب، حان وقت انك يعني تعبي الحفرة وراح تاخذ اوكي نفس الكلام. نقت راح يسكر الحفرة، نقت راح يسكر الحفرة عشان النقت تات يسكر اقصد وليش؟ والله ما ادري. اوكي سوى المهمه شباب، والحين شباب ايش راح يعطيني؟ حسنا الشيء انتهى. يب انتهى. انا اشكرك على مساعدتك، انا متاكد انك تحتاج الفلوس حقتك يعني صح؟ نعم. ايش اعطاني هذا؟ خذ هذا افضل كيماوي موجود. والله ما ادري ماذا يفعل. عرفت هذيك الحبوب من مدرستك القديمه؟ هذا هو المفتاح عشان تسويه. الحبوب ايش كانت يا شباب؟ نسيت ايش كان فائدتها. والله ما ادري. جيد، والان خذ هذا المونستر مان يا عمي مع نفسك. حسنا البزنس حقنا انتهى، يوم سعيد لك يا هيتمان. انتظر لنقت. يا ساتر عصب، وين حفره؟ وين مصنع نقت؟ نقت انتهى من يعني من تسكير الحفره. نقت الحين راح ياخذ رحله لمصنع نقت. او نعم، كيف نسيت. حسنا ايها الغريب، اذا ما كان في مصنع نقت هذا راح يكون تمام صح؟ اوه يا شباب، نقت راح يعصب. او ماي جاد، نقت راح يحفر حفره للفتى الغني واخوه الغني. نعم حسنا، اذا اللامبورغيني هناك يا غريب، اتمنى انهم يسوون نقت في اي مكان. نقت ما كان سعيد نفس كذا. لا يا اخي هذا يمكن يخطفه ولا شيء. او ماي جاد، اتمنى انه يوريه مصنع نقت. اوكي اعطوني ملابس جروم وملابس تيدي، بس ملابس جروم فيها عنصريه يا شباب. اوكي شباب باقينا ثلاث حلقات. اصبر شاب، هذه اسم الحلقه غريبه، بريكنج ساد بدل بريكنج باد. وات؟ اوه هذا شاب عشان كذا اعطاني الكيماوي ليكون الوضع فيه كيميائيات والاشياء نفس بريكنج باد. واو متحمس صراحه مره. عموما شباب باقينا ثلاث حلقات وننهي السلسله هذه، وبعدين راح يروح علينا مصدر دخل يعني قصدي لا يعني شباب لو خلص السلسله يعني خليكم معي بليز. عموما شباب انو صار الفيديو، اتمنى عجبكم، لا تنسون اللايك والسبسكرايب عشان تنبسطوا الفيديو. كام ام دايد وسيا.